مدام إيناس عيدي مستشارة وزير الساحة. صباح النور. صباح الخير. حسب المعطيات المتوفرة مدام إيناس، البارح بعثتنا تزير زوز طيارات حاملين 250 ألف جرعة من التلقيح، كيف كيف طائرة أخرى فيها 500 ألف جرعة من التلقيح وصلتنا من الإمارات، طائرة زادة أخرى تركية 50 ألف جرعة، شرينا أكثر من 85 ألف جرعة لقاح بفايزر بيونتيك نهار الاثنين، يعني من اللي بدأت الجمعة دخلوا لتونس أكثر من 800 ألف جرعة من التلقيح. الرقم هذا قديش صحيح ودقيق معناتها بالضبط؟ صحيح، أنس تحصلنا على 800 ألف جرعة هيبة من ثلاثة دول، 500 ألف جرعة من السينوفاك من دولة الإمارات الشقيقة، 50 ألف كورونا فاك من دولة تركيا الصديقة، و 250 ألف كورونا فاك من دولة الجزائر الشقيقة. تعرف ثم الإجراءات نتاع دخول التلقيح، احنا التلقيح حتى تكون شراء مباشر يجي اليوم، ثم إجراءات يسميها ليفراسيون دي فاكسان اللي هو تثبت من الحرارة، معناتها وثائق تتعمل اللي هو قاعد تعمل فيه الصيدلية المركزية، وهذايا إن شاء الله في الأسبوع هذايا التلقيح اللي وصلوا هذوما يقع استعمالهم وتوزيعهم على المراكز التلقيح الموجودين على كامل بلاد الجمهورية. مدام إيناس قديه النومبر توتال نتاع التلقيح توا اللي موجودين وان شاء الله كما قلت انت الجمعة هذية يكونوا في مراكز التلقيح؟ قلت لك اللي وصلونا امس 800,000 جرعة تلقيح. واضح 800,000 جرعة. 85,000 جرعة تلقيح نتاع اللي وصلوا نهار اثنين نتاع الفايزير، وهما باش يغطيوا الحاجيات نتاع لي رونديفو بين نهار الاثنين ونهار الجمعة. باهي برش باهي برش. احنا فايزير تعرف الاختيار اللي عملناه هو سميناه لا جيستيون افلو طونجو، طايح مرفوع. واضح طايح مرفوع بفايزر، معناتها ال 85 ألف جرعة كما تقول أنت. 85 ألف جرعة راهو يشدونا معناتها في حدود 3-4 أيام ماكسيموم. 3-4 أيام 85 ألف جرعة اللي تشريو نهار الاثنين. شنو هي الاستراتيجية نتاع وزارة الصحة لاستعمال التلقيح هذوما للهبات يعني اللي يجيو؟ احنا عندنا البرنامج نتاعنا موجود اللي هو يتطور على يتأقلم ويتطور على حسب الكميات الموجوده. احنا استباقيا بدينا اللي سميناهم احنا التلقيح التقييد الخدمات بإدماج المراكز الصحه الاساسيه. الاسبوع الفارط دخلنا المراكز الصحه الاساسيه في سجنين وجنين وسويس وسيدي الهاني وبوفيشة وقلعة الكبيرة. الأسبوع القادم تم إدماج أكثر من 40 مركز صحة أساسي مع إدخال الصيدليات الخاصة في عملية التلقيح مش يصير في الأيامات القادمة. نفس الشيء عنا الحملات المتنقلة اللي هما حملات أدي فيهم وزارة الصحة بفرق خاصة وإلا مع فرق مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني. مش نعملوا التلقيح نتاع مع تنسيق مع طب الشغل للمؤسسات الخاصة والعمومية اللي هما مع في طب الشغل معناتها. يعني عنا برنامج متكامل هذي مش نقدمه كامل. تعرف البرنامج يكون ديما مرتبط بنتاع تزود التلقيح. وقت نقولوا احنا 5000 سينوفارم، سينوفارم ما عنديش وراه شراء مباشر، معناتها من الاول بكل مش مقسوم على سنين، معناتها 5000 هما 250,000 جرعه. وي. فقط مش نستعملهم. هيك علاش ثم التفريق بين اللي عندك شراء مباشر نجم تستعمل افلوتوندو على خاطر تستعمل جرعات الكل وتعرف انك عندك جرعات قادمين مش حط منهم جرعات ثانيه، وقت يجينا كما هكا من الاول بقول لك نقصوا على خاطر ما فماش وراهم الجرعات الثانيه، معناتها انا نقصوا 800,000 عندنا الحقيقه هو 250,000 جرعه في نظام سيقع استعمالها، والاخر هو 600,000 كورونا فاك اللي هما جايين من جهتين 250 من الجزائر و50 من تركيا، 300,000
هو يعني فعليا 150 ألف جرعة فقط. معناتها لازم الإنسان ديما فهمتوا هكا من اللي هو نقراو حسابنا باش ما نطيحوش نلقح الجرعات بعد ما نلقاش الرابيل، لازم نحضروا الرابيل نتاعهم. الفرق هذا اللي مع الفايزر اللي هو الشراء المباشر اللي احنا نجمو نعملوا نقولوا اون برون شويه دي ريسك، نستعمل الجرعه الاولى نكثفها الكل اللي يجي نستعمل كل جرعه اولى حتى نعرف اني انا بعد ايامين عندي الجرعات مش ديما واضح. مدام ايناس عيادي مستشاره وزير الصحه، حسب لي بلان داكسيون معناتها اللي تخدموا به الوزاره، في قداش وقت تقريبا نكملوا معناتها التطعيم بالكميه هذه اللي جايتنا الكل كما قلت انت جمعه وان شاء الله يكونوا في مراكز التلقيح، معناتها قداش يوفيوا هكاك الجرعات هذوما الكل؟ سيدي الكريم، حاليا عندنا ثلاثه ثاني مركز تلقيح. تعرف قداش الطاقم تاع التلقيح بتاعنا في الاسبوع احنا؟ شايف 120 ألف جرعة تلقيح. أنا تو قلت لك عليهم هذوما كمان في جمعة ولا ويوميا قديش مدام سمحني؟ احنا راهو يختلف على خاطر المركز التلقيح ما يخدموش كلهم في النهار، ثم مراكز يخدموا كل يوم، ثم مراكز يخدموا نهار برك في الأسبوع. راح نقول 320 ألف على 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 سبعة، نعطيو كما يقولوها المعدل معناتها 45 ألف يوميا هو معدل. وهذا مدام دون احتساب التلقيح الميداني اللي قاعد يقوم به جيش الوطن. اكزاكتومون، احنا ليسونس دو فاكسيناسيون تاعنا طاقة التلقيح نتاعها اسبوعين هما حاليا 320 ألف، احنا عندنا ان بلون ديكسبونسيون نتاعها انه نطلعوا في الطاقة الطاقة نتاعها. واضح مدام ايناس عيادي. 3.5 مليون جرعه من لقاح جونسون اند جونسون قالت عليه الحكومه انها شريتهم الجمعه اللي فاتت، وين وصلوا للتلقيح هذوم؟ 3.5 مليون جرعه من جونسون اند جونسون هما في اطار انخراط تونس في المبادره الافريقيه اللي وقع اعلن عليها من شهر فيفري. صار تبديل في الكميات، في الاول الكميات كانوا مش يجيو ابارتير من افريل لكن صار ما تاخر من المزودين. المزود الافريقيه اختارت انها ما تمشيش في استرازينيكا، دونك بدلت اللي كونتيتي تاع استرازينيكا جونسون اند جونسون وصارت نيغوسياسيون، ولا انه ما عادش احنا في الاول بكل كان وقت اعلن السيد الوزير عليهم في شهر فيزي 2.4 انتقلنا ولو 3.5 جونسون اند جونسون لانه صارت النيغوسياسيون مع الاتحاد الافريقي باش يبداو تباعا يبداو من نهار نورمالمون هذا اللي يبعثونا الاتحاد الافريقي باش يبدا يجينا من هو 21 اوت، لكن راه مش يستمر على فتره طويله طويله نسبيا يعني يعني مش يوصلوا الكل، باش يوصلوا بشوي بشوي. شوف سيدي ما فما حتى قدره نتاع كما يقولوها معناتها ريت احنا ساعات نطلبوا من عند شركات نقول له بربي قدم لي الليفريزون تاعي من اليوم للجمعه نتاع الجمعه الجايه قدمه لي توا، يقول لك انا ما نجمش، انت فما دول اخرى كيفك انت دونك ما نجمش ما نجمش يسرع معناها خاطر فما كل واحد وقتاش تقدم الباهي. سؤال مدام بربي مدامنا جيت حبيت نتكلم على الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي هو اللي نظم تقسيم الجرعات بين الدول على حسب عدد السكان والتقسيم نتاع الليفريزون مش يصير كيف كيف، معناتها الليفريزون نتاع لو 21 اوت الدول الافريقيه الكل مش ياخذوا التقسيم هذا، مش ما يكونش فما اختلاف بين الدول من دوله الى دوله. باهي، ومادامنا نحكيو على جونسون اند جونسون مادام فما تعرف معناها واكيد راك سمعت انه فما عدد من المواطنين يتخوفوا من اللقاح هذا، خاصه فما تقارير اعلاميه ماهيش تونسيه تكون دوليه اغلبها يحكيوا على اللقاح هذا، وتعرف زيد انه فما في ال 320 الف تقريبا اللي قلت عليهم يلقحوا في الجمعه، فما ناس توصل معناها لمراكز التلقيح وقت اللي يسال شنو هي نوعيه التلقيح، مثلا ما يلقاهوش فايزر ولا يلقاها تلقيح اخر يقول له لا مانيش باش نلقح. كيفاش اليوم مدى فاعلية جونسون اند جونسون اللي هو يتاخو على جرعة واحدة، وكان معناها تزيد توضح لنا أكثر على التلقيح الأخرى على الأقل نطمنوا المواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا؟
انا ما نجمش نجاوبك كمش بيدا، ممكن نجاوبك باللي معلومات اللي عندي، ولكن مادام شبيلي تصير اجتماعات مع الهيكل المخصص هذاك على السبيل. فوالا مش نجاوبك بالمعلومات اللي عندي، لكن ديما نحب يعرف حدوده، معناتها انا شو في دكتور هون في ايكونوميك، لكن مش نقول حاجه برك. الحاجه الاولى انه احنا اي دواء من متلكاه ما يدخل طول كلمه الترخيص، الترخيص هذه تعطيه الكوميتي تكنيك دي سبيشاليتي فارماسيوتيك، سيفري هو اوتوريزاسيون تحت فيها وزير الصحة، لكن تحت اشراف الكوميتي تكنيك دي سبيشاليتي فارماسيوتيك اللي هو فيها خبراء انديبوندون يشوفوا الفاعلة ويشوفوا السلامة نتاع اي دواء، والتلقيح هو الدواء. هذا حاجة الأولى، هذا اون جينيرال إذا يعطيه الأوتوريزاسيون دوني سور لو مارشي. بالنسبة للتلقيح، احنا عملنا لجنة علمية لمتابعة التلقيح يترأسها دكتور الزخفوت اللي هو مختص في الفارماكو فيجيلانس، معناتها في الفارماكولوجي يشوفوا الآثار الجانبية. فماش دواء في العالم هو أنت دواء متاع جهاز الرأس يعمل آثار جانبية، الآثار الجانبية هذوما كما تكون أبي لا بالونس أونتخ لي ريسك إي إفيكاسيتي. هذايا ثم الميتابوليزم تاع كل شخص ينجم ياثر، انت تشرب دواء يقلق لك معدتك، حد اخر يشرب نفس الدواء ما يقلقلوش معدته. هذايا ريسك هذايا اللي اون تران دو ميزوري. احنا عاملين المتابعه نتاع الاثار الجانبيه اللي هو موجود هذا، كان ثم اي حاجه تقلق بيان سور باش نثبتوا فيها كل شيء. بالنسبه للاشخاص اللي هو يقول انا ما نحب كان اللقح حاجه معينه، لقاح معين، شوف احنا نلقحوا اللقاحات كلهم اللي جبناهم ماخذين تراخيص مبينين النجاعه نتاعهم والسلامه نتاعهم. بعد شخص يقول انا لا انا نحب اللقاح كان بالجرعه النوع هذا خاصني انا باش نسافر والا انا ما يساعدنيش، احنا راهو نلقحوا باش نحميو انفسنا ونقصوا اثار نتاع المرض. احنا مالوغوزمون باش نسافروا، لكن نتفهم انه العباد يقول لك انا لا انا نحب نلقح كان بتلقيح معين. هو مادام راهو مالوغوزمون الحقيقه، مادام سامحني، مالوغوزمون انه احنا ميم با تحركنا من الاول باش نجيبوا التلقيح، على خاطر تعرف انت زاد انه فما دول اخرى في العالم تعطي حريه الاختيار للمواطنين نتاعها باش يلقوا. صحيح، وهذه المشكلة متاعنا احنا للأسف، اعطينا التلقيح اللي جيه يتلقحوا به، معناها باش نحاولوا مشكلة امكانيات اكيد ما نعرف كما قلت انت راوي تدرس التلقيح، هو فما حاجتي فما امكانيات. لكن انا نجيبها لك متاع لفاكسا شينوا، باش عبيد يقول لك انا ملقحش باش اللي هو سينوفاك سينوفاك وتوش انا سينوفاك باش على خاطر راه ماهوش نجاع، انا بحكي معك عن نجاع يقول لك على خاطر ما نجمش نسافر فيه. انا جريب بسيط جدا، اكثر تلقيح بقى استعماله عدديا هو التلقيح الصيني هكا ولا انتيرم دو نوم. اذا باش نحكيو على الارقام زاده، مادام تعرف النصين وقديش فيها دوله معناها من مواطنين وقديش دول الجوار نتاعها اللي باع، هذا عددي عددي اكثر تلقيح وقع استعماله في العالم هو التلقيح الصيني هكا ولا معناتها ما نجمش نقول راهو تلقيح مش مستعمل في العالم. بعد ثم امور اللي هما بين المخابر وبين الدول، احنا كتونس الاختيار اللي صار انه التلقيح اللي جي هو تلقيح عنده اثبت النجاعه نتاعو والسلامه نتاعو يقع استعماله. وديما نقولوا احنا في وزاره الصحه مهنيين الصحه لقحوا انواع التلقيح الكل بالفايزر وبالسبوتنيك وبالكورونا فاك وبالاسترازينيكا، انواع التلقيح الموجودين الكل استعملناهم. علاش المفيد هو حمايه الاشخاص اللي هو هدف منه تقليل من خطوره المرض وتقليل الوفيات. لكن الشخص اللي هو بعد يقول يصل غاديكا وما يحبش يلقح، نذكروا انه ثم البرانسيب نتاع الاختياريه، انه هو خاطر هو اختياري ماهوش اجباري. واخر كلمه بلي مدام هو يحرم، يعني اذا ما رفض وقته باش يتلقح بالتلقيح هذاك ما عادش معناه ما عادش عنده الحق. لا ما عيطوش، لكن مش عيطوش في من غدوه.
واضح مدام ايناس عايد باش كمل لك شويه اسئله خاطر يداهمني الوقت. مستشاره وزير الصحه مشكوره مدام ايناس عايد اللي جاوبنا على الاسئله هذوما الكل. جوست البارح مدام الدكتوره سمر سمود هبطت تدوينه تقول فيها استراتيجيه التلقيح لازم تشمل الاطفال زاده كذلك لانه لازم يدخلوا في الحسابات وميزانيه واستراتيجيه وزاره الصحه. شنو هي الخطوات بخصوص الفئه هذيا من المواطنين وشكون الفئه اللي توا بريوريتير انها باش تلقح؟ احنا في الاستراتيجيه مكتوبه انه الاستراتيجيه هي ديناميكيه مرتبطه اول حاجه بالادله العلميه. حاليا التلقيح وقع عملوا التجارب السريريه نتاعهم على الاشخاص اللي اعمارهم فوق 18 سنه. تم تجارب سريريه قاعدين يسيروا في بعض الدول على اطفال اللي اعمارهم اقل من 18 سنه. اللجنة المتابعة التلقيح اللي ترأسها الدكتور دخوت قاعد تبع في الأبحاث هذوما وإحنا بيسير باش نجاوبوا إيجابيات مع نتائج نتاع والتوصيات نتاع اللجنة العلمية اللي يعني توا الأطفال اللي توا بور لو مومون بور لو مومون حتى راهو في الدول الأخرى ثم بعض الدول قاعدين يدخلوا في الأطفال اللي عمرهم بين 12 و 18 سنة. هذا التجارب السريرية اللي تعملوا بين الاطفال على الاطفال اللي اعمارهم بين 12 و 18 سنه وهذو مش التلقيح الكل. حاليا ثم بعض التلقيح اللي هما عملوا تجارب سريريه على الاطفال اللي اعمارهم بين 12 و 18 سنه وهذا ما تنجمش انت تدخل تحط الدواء على شخص. لازم التجربه السريريه اثبتت انه الشخص هكا ينجم يستقبل الدواء هكا وما يمثلش خطر عليه. واضح. السؤال يسألوا فيه برشة توينس زيد مدام ايناس عيادي يسألوا وينهم التلقيح اللي جاوا لتونس نلقاو مثلا نهار 21 جام في يعني اول ما بدا الحديث على منظمة كوفاكس وبدأ التسجيل على ايفاكس بار اس ام اس وعلى الانترنت كان الحديث مع اللجنة العلمية انه تونس باش تجيب 10 ملايين تلقيح على فترات. حسب اخر ارقام وزارة الصحة عدد اللي استكملوا التلقيح هما 650494 على جرعتين و 105326 جرعة واحدة أكاها. وين مشيو الجرعات الأخرين؟ شنية اللي صار بالضبط؟ احنا تحصلنا إلى غاية الأيامات ما دخلت إلى متاع 8000 تحصلنا على 2,400,000 جرعة تلقيح. وحبطنا احنا على اللجنة على الفتحة الرسمية بوزارة الصحة الكميات المستعملة بين وزارة الصحة وبين القوات الحاملة للسلاح. وطلعتوا لهنا انه كل التلقيح اللي وقع وصولها وقع استعمالها سواء استعمالها ولا مبرمجه معناتها فما دي رونديفو دو رابيل نتاع استرازينيكا الا سبوتنيك اللي حصلنا عليه نهار 8 جويلية اللي احنا ما نجمش نستعملوه على خاطر سبوتنيك جانا كان الجرعه عدد واحد. تعرف البكسان الوحيد اللي الجرعه اولى والجرعه الثانيه مكتشفين هو سبوتنيك. ما نجمش نستعمل الجرعه الاولى كما تكون توفر الجرعه الثانيه. حاليا لغايه انا وقع في مركز التلقيح اكثر من 2,200,000 عمليه تلقيح. هذا مكننا من تلقيح 1.5 مليون شخص بجرعه اولى والاشخاص اللي استكملوا عمليه التلقيح نتاعهم واليوم مش نعلن عليه في الصفحه الرسميه 480,000 شخص. معناتها التلقيح اللي تحصلنا عليه من الكل ما خليش معناتها التلقيح احنا اللي جاي نستعملوه وغابيدمون معناتها اون بلان دو ديفلوبمون. واضح. الايامات القادمه ثم الشراء المباشر نتاع الفيزياق هو متواصل ونفس الشيء الهبات اللي قاعدين نتحصلوا عليهم اللي مش ندمجوهم بين مراكز التلقيح نتاعنا والمراكز المتنقله. فما تلقيح قاعده تفسد مدام ايناس عيادي؟ فما تلقيح معناتها قاعده تطيش في الكوبات جمله ما فما حتى تلقيح قاعد يطيش كنا قاعدين نستعملوا فيهم؟ ما عندنا حتى تلقيح حتى وقت جينا نتاع استرازينيكا اللي هو من تابع مبادره كوفاكس اللي هو فيه دات دو بيرونكسيون لو 31 مي الكل استعملناه. الكل استعملناهم مشكور. احنا استعملناهم انت سي سامبل وقت شوف العباد باش عباد قالوا كيفاش جاتنا الكونتيتي هذه نتاع فايزر استعملنا اكثر منها على خاطر احنا عملنا خذينا دي سوغانغ سبيسيال مش كان تونس راهو هذايا في العالم اجمع قاعدين نعملوا فيه ثم دي سوغانغ سبيسيال اللي هو يخرج 7 جرعات خاطر ديما وقت الجاكون دو فاكسان المصنع يحط جرعة زائدة اللي هي دوز دو سيكيوريتي. وقع استعمالها اثني على الاشخاص توا اللي قاعدين نلقحوا فيهم ديما الاولويات متواصله
ومن أسبوع الفارق وقع إدماج الفئة العمرية بين 40 و49 سنة مع مواصلة التلقيح متاع الفئات الأخرى. شكرا لك مدام إيناس عيادي مستشارة وزير الصحة. آخر سؤال مدام إيناس، برشا ناس يسألوا فيه، شنية لقح سيد رئيس الجمهورية؟ شنية الجرعة اللي لقح؟ صحرا عسكرية جوك. واضح. شكرا لك مدام إيناس عيادي مستشارة وزير الصحة، كانت معنا ووضحت لنا بخصوص الفاكسينات اللي قاعدة تجي وبخصوص الجرعات اللي مستعملهم. شكرا لها.